رجعنا مرة تانية، هنتكلم النهاردة يا جماعة عن البروجكت انتجريشن مانجمنت. الأول محتاجين نفهم يعني إيه انتجريشن، يعني نبقى عارفين الكلمة. في كلام كتير على فكرة في اللغة الإنجليزية بنسمعه وبنبقى يعني بناخد الكلمة كده زي ما هي أو بنحاول نفهم معناها، بس ما بتبقاش اتحولت بالنسبة لنا. الانتجريشن هو ان حضرتك تجيب حاجة هي ممكن تبقى صح لوحدها، وحاجة تانية صح لوحدها، ثالثة صح لوحدها، بس لو انت ما عملتلهمش انتجريشن مع بعض مش هيدوك التوتال ريزلت اللي انت مستنيها منهم. يعني عندك مسمار وعندك صامولة وعندك حاجات من دي، بس في النهاية انت ما حطيتهمش في سيت اب معين يحقق المين فانكشن او المين ريزلت اللي انت عايزه. فانت في ادارة المشروع من اكتر الحاجات اللي بتميز ادارة المشروعات ان انت دايما ادارة المشروعات بتحتاج لانتجريشن. ليه بتحتاج لانتجريشن؟ لان ممكن كل حاجة تتعمل لوحدها صح، بس في النهاية الفاينل ريزلت ما تطلعش. وبالتالي انت دورك كمدير مشروع انك تبقى حريص على ان الفاينل ريزلت دي تطلع، حريص على ان المين اوبجكتيف من المشروع يتحقق. تمام؟ فدي نقطة مهمة. لو جينا نبص كده على ايه اللي ممكن يحقق لنا او يفهمنا بشكل فيجوال ايه هو الانتجريشن، زي ما انتم شايفين كده احنا عندنا هنا مربع احمر واصفر وازرق واخضر. في النهاية لو انت بعيد، يعني لو انت ما حطيتش كل واحد منهم بالترتيب اللي محطوط ده لن تحصل على المربع الاكبر. فالانتجريشن هو ان انت تاخد الحاجة اللي ناقصة من هنا وتكملها من حاجة تانية من ناحية تانية. بمعنى لو انت جاي مثلا بتعمل اي بروجكت من اي نوع، انت عارف ان لازم مثلا الحاجة دي تتراجع عند فلان، بس اللي عمل البروسيس دي ما كانش كاتب ان الحاجة دي هتتراجع عند الجهة الفلانية او عند الموضوع الفلاني. فانت بمعرفتك بالهدف النهائي من المشروع بقيت فاهم ان الحاجة دي لازم تتراجع، فخلاص انت بتعمل الجزء بتاع المراجعة ده. طب الراجل اللي راجع دوت ممكن يراجع بشكل برضو ملوش دعوة بالنتيجة النهائية، فانت ممكن تبتدي تقول له كلمتين، خلي بالك احنا بنعمل المشروع ده عشان فيه كذا، فخلي بالك ان الدنيا ممكن تمشي بالشكل الفلاني. فالفكرة بتاعت الانتجريشن هي دي، هي فكرة انك تبتدي تعمل نوع من انواع التوليف او التظبيط او التنسيق ما بين اكتر من اكتيفيتي عشان تطلع بالنتيجة النهائية الاجمالية اللي انت عايزها. تمام؟ طيب لما نيجي نقول بقى ايه هو البروجكت انتجريشن مانجمنت، هنلاقي ان الانتجريشن مانجمنت بانكلودز البروسيسز اند اكتيفيتيز تو ايدنتيفاي ديفاين كومباين يونيفاي اند كوردينيت ذا فاريوس بروسيسز اند بروجكت مانجمنت اكتيفيتيز ويذين ذا بروجكت مانجمنت بروسيس جروبس. يعني نحدد ونعرف ونجمع ونوحد وننسق، فاهم؟ فانت مطلوب منك انك تعمل كل ما يلزم عشان تقدر تطلع بالفاينل ريزلت او الفاينل اوتكم اللي المفروض احنا نطلع بيه. احيانا واحنا شغالين او احنا بنخطط للشغل بنبقى شايفين ان الموضوع محتاج 1 2 3 4، بس لما بنيجي ساعة التنفيذ بنكتشف ان النتيجة اللي عايزين نوصل لها لا يمكن نوصل لها 1 2 3 4 بس، فبتبتدي تقاد الدور بتاع 5 وبتاع 6 عشان تقدر توصل للريزلت بتاعتك. وهنا زي ما احنا بنقول احنا محتاجين نايدنتيفاي نديفاين نكومباين نيونيفاي نديفاينيت ذا فاريوس بروسيسز اند بروجكت مانجمنت اكتيفيتيز ذا بروجكت مانجمنت بروسيس. ان ذا بروجكت مانجمنت كونتكست انتجريشن انكلودز كاركترستكس اوف يونيفيكيشن كونسوليديشن communication and the interrelationship. يعني في سياق إدارة المشروعات احنا بنتكلم على الانتجريشن بخصائص تشبه التوحيد والدمج والاتصال والعلاقات المتبادلة ما بين البروسيسز وبعضها.
integration management like this X be applied from the start of the project through the completion. ايه هي الحاجات اللي ممكن تبقى في البروجكت انتجريشن مانجمنت؟ محتاج تميك تشويسز اباوت، محتاج تاخد قرارات بخصوص ريسورس الوكيشن، تخصيص الموارد، بالانسنج كومبيتنج ديماندز، لو في ريسورس معين بيتنافس عليه او بيحتاجه اكتر من جهه او اكتر من بروجكت او اكتر من اكتيفيتي في البروجكت، فشغلة حضرتك انك تبالانس الكومبيتنج ديماندز دي. Examining any alternative approaches، بتبتدي تشوف لو في اي خيارات اخرى وتبتدي تعمل لها examining، بمعنى ان انت تجربها او تختبرها او تطمن او تشوف كده، تفكر في انها كده هي ممكن يجي منها ولا لا، طب نعمل كذا ولا نعمل كذا. Tailoring the processes to meet the project objectives، تبتدي تعمل tailoring للعمليات اللي عندك عشان تقدر تحقق البروجكت objectives. Managing the interdependencies among the project management knowledge areas، تبتدي تدير الترابط والاعتمادية ما بين البروسيسز في النوليدج areas المختلفة. بمعنى احنا طبعا لما كنا بندرس نوليدج area by نوليدج area، والنوليدج areas لما درسناها قلنا ده ترتيب دراسة مش ترتيب تنفيذ، بمعنى ان انت هتلاقي ان في process بتنفذ من نوليدج area وبعدها process من نوليدج area تانية وبعدين تروح لنوليدج area تالتة وهكذا، وبالتالي حضرتك دايما بيبقى في interdependency، يعني عملية في الاسكادول معتمدة على عملية في الاسكوب ومعتمدة عليهم هما الاثنين عملية في الكوست وهكذا. خلاص، في project integration أثناء التنفيذ التيم بيبقى بيركز على إنه ينفذ التاسكز assigned لي. سينيور مانجمنت بيفوكس على إنه يبروتكت المشروع من التغييرات ومن إن إحنا نلوز الإيه الريسورسز. والبروجكت مانجر بيركز عليه. البروجكت مانجر شغلته إنه هو يانتجريت أول بيسز إنتو البروجكت أز هول. يعني أنت جايب نجار وجايب راجل بتاع إزاز وجايب كهربائي وجايب كل أنواع الحرف، وكل واحد منهم ممكن يعمل شغله، بس بيبقى فيه بينهم وبين بعض ارتباطات وعلاقات واعتمادات وحاجات كتيرة جدا. انت محتاج تطلع البيلدينج في النهاية، فانت بتنتجريت شغل الراجل بتاع الازاز مع شغل الراجل بتاع الكهرباء مع النجار مع السباك مع كله، عشان في النهاية تطلع بالفاينل ريزلت او البروجكت اوبجكتيف بتاعك يتحقق. زي ما احنا شايفين كده احنا تقريبا وصلنا لاخر المطاف. اخر 7 processes موجودين عندنا من 49 processes. احنا في الانتجريشن اهو عندنا 7 process موجودين معانا النهاردة. عندنا اول حاجة develop project charter، ودي في الانيشياتنج، وزي ما احنا شايفين على مدار النوليدج areas كلها اللي درسناها احنا ما عندناش في الانيشياتنج غير 2 processes، بمعنى اصح ان دول اول 2 processes بيتعملوا في البروجكت: develop project charter و identify stakeholder. develop project charter و identify stakeholder. طبعا develop project charter دي خدناها في الاول خالص، وعندنا بعد كده في حاجة اسمها develop project management plan. البروجكت مانجمنت بلان اللي كل شوية كنا عمالين نتكلم عنها جات البروسيس اللي بتطلع لي البروجكت مانجمنت بلان. نيجي تاني للبروسيس كمان اسمها direct and manage project work. دي البروسيس يا جماعة اللي هي تقريبا مستخبي جواها المشروع، دي البروسيس اللي المشروع مستخبي جواها فعليا. لو لاحظتوا ان احنا على مدار البروسيس اللي اتكلمنا فيها ما جبناش سيرة اي تنفيذ للشغل، ما جبناش سيرة اي تنفيذ للشغل. قلنا لما بيكون عندنا ديليفرابل بندخلهم على كنترول كواليتي تعمل لنا تطلع لنا فيريفايد ديليفرابل، وناخد الفيريفايد ديليفرابل ندخلها على فاليديتد سكوب عشان تطلع لي اكسبتد سكوب او فاليديتد سكوب. خلاص، لكن الديليفرابل نفسها بتيجي منين؟ الديليفرابل بقى بتيجي من البروسيس دي اللي هي دايركت اند مانج بروجكت ورك، البروسيس الوحيده اللي عندنا اللي بتطلع الشغل نفسه اللي بتطلع الديليفرابل. تمام، زي ما قلت لكم المشروع كله مستخبي في البروسيس دي. فكل البروسيسز اللي احنا اتكلمنا عليها كانت بروسيسز اداريه، دي البروسيس بتاعه تنفيذ الشغل نفسه اللي هو من الاخر هيبقى جواها بقى الاكتيفيتيز اللي انا كنت عاملها في البريك داون ستراكشر. تمام، صب الخرسانه، اقطع الخشب، اعمل، يعني في النهايه هتلاقي البروسيسز اللي تخص المشروع كلها مستخبيه جوه دايركت اند مانج بروجكت ورك.
عندي كمان مانج بروجكت نوليدج، ودي واحده من البروسيسز اللي زادت في الاصدار السادس، ودي معنيه بالبروجكت نوليدج وهنتكلم عليها باستفاضه. عندنا كمان مونيتور اند كنترول بروجكت ورك، ودي بروسيس زيها زي كل المونيتور اند كنترول بروسيسز اللي كانت موجوده معانا، بس دي بقى تقدر تقول عليها البروسيس الام يعني بتاعت كل البروسيسز. وعندنا البروسيس الاهم واللي احنا عاملين نتكلم عليها من اول المشروع، اللي هي بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول. بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول دي البروسيس اللي انا بدخل لها كل طلبات التغيير اللي بتحصل، وهي شغلتها ان هي تعمل لي التغيير ده، سواء انا هيتوافق عليه او يترفض، بس اللي هتوافق عليه هو هيبقى بيرفورمد ان ان انتجريتد واي. بيرفورمد ان ان انتجريتد واي يعني ايه ان ان انتجريتد واي؟ انا النهارده لما باجي اعمل تشينج يا جماعه بعمله انا جيت قلت لك والله عايزين نغير مقاسات الباب، فانت قلت لي عينيا انا بصيت على تغيير مقاسات الباب مش هتكلفني حاجه وخلاص، بس لا، احنا في حاجات كانت معتمده على مقاس الباب. فشغله الانتجريتد تشينج كنترول ان هو لما يوافق لك على تشينج يحسب حسابات التشينج ده في كل الاتجاهات التانية، يحسب الريسكات اللي ناتجه عن التشينج ده، يبتدي يعمل التشينج ده بشكل انتجريتد ويقول لك لما تغير ده روح غير في الملف الفلاني، روح خد ابروفال على كذا، روح اعمل كذا. فهي دي فكره بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول. واخر حاجه خالص بقى اللي هي كلوز بروجكت اور فيز، احنا بنقفل المشروع بتاعنا نهائي بشكل كامل. طبعا انا حبيت اديكم ملخص عن كل بروسيس عشان تبقوا فاهمين احنا بنعمل ايه وليه الانتجريشن انا خليتها في الاخر لان هي بيجتمع عندها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. لما بتبقى في حاجه بالشكل ده بتبقى هي بمثابه اجابه لعلامات استفهام كتيره عدت عليك خلال الكورس، فبتقفل لك جابس كتيره كانت موجوده عندك. المهندس محمود جويلي كاتب 2، انتوا سامعيني كويس يا جماعة؟ طيب it seems to be المشكلة عندك انت يا باشمهندس محمود. تمام ماشي، تمام نكمل يا جماعة. طيب فاحنا خدنا فكرة كده عن البروسيسز اللي عندنا، ان شاء الله لما نخلص البروسيسز دول يبقى احنا خلصنا كل 49 بروسيس اللي عندنا، ويبقى شكرا وتحياتي ليكم جميعا. طيب لما نتكلم عن البروجكت انتجريشن مانجمنت فبنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن making integrated decisions regarding key changes impacting the project. يعني ان انت تاخد قرارات بشكل integrated، ده اللي انا حكيت عليه من شويه. انا دلوقتي هعمل تشينج، ما التشينج دوت ممكن يكون تاثيره متعدي الحته اللي احنا بنتكلم عليها، لا انا عايز اشوف بقى تاثيره على حاجات تانية كتير، على السبيسيفيكيشن، على 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 وهكذا. تمام. طيب measuring and monitoring the project's progress and taking appropriate action to meet project objectives. دايما بتتابع اداء المشروع، دايما بتتابع البروجريس وبتتابع البيرفورمانس وبتيك appropriate action لما يبقى في اي حاجه محتاجه منك action. بتكولكت الداتا اون ريزلتس اتشيفد، بتبتدي تجمع بيانات عن كل النتائج اللي متحققها. بتانلايز الداتا تو اوبتين انفورميشن، خدت بالك من انلايزنج ذا داتا تو اوبتين انفورميشن دي اللي هي ايه؟ كنا بنطلعها كده بروجكت بيرفورمانس داتا وبعدين بروجكت بيرفورمانس انفورميشن، دي بتيجي بعد الاناليسيز للداتا اللي عندي. اند كوميونيكيتنج ذيس انفورميشن تو ريليفنت ستيك هولدرز، وتبتدي توصل بقى الانفورميشن دي الى الستيك هولدر صاحب الشأن او المعني. Completing all the work of the project and formally closing each phase. تخلص بقى شغل المشروع كله وبشكل formal to close each phase, each contract and the project as a whole. تقفل. Close هنا يا جماعة عشان برضو يعني ايه، انا واحد من الناس اللي بكلمكم طبعا عن حاجات هي ممكن ما تكونش بتواجه الناس كلها، بس طبعا كانت كلمه كلوز بالنسبه لنا احنا كناس عرب كونفيوزنج شويه، لان كلوز معناها ان انت بتغلق. طبعا اغلاق ودنيا من دي احنا هنا خلينا نسميها ايه، كلوز بمعنى الفينشينج،
كلوز بمعنى التقفيل، تمام، ان انت بتفنش المشروع بتاعك. فكلوزد ايتش فيز ايتش كونتراكت اند بروجكت از ا هول بمعنى انك بتقفل خلاص المشروع بتاعك. مانجنج فيز ترانزيشنز وين نيسيسري. الفيز ترانزيشنز اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هو انا بنتقل من فيز 1 لفيز 2. يعني مثلا ممكن يكون عندي بروجكت ان انا اعمل محطه قمر صناعي، فانا عندي فيز خاص بالديزاين وفيز خاص بالبيلت وفيز خاص بالايه باللونشينج. فانا بمانج الترانزيشن ما بين الديزاين والبيلت، وبمانج الترانزيشن ما بين البيلت واللونشينج. الترانزيشنز دي اللي هو الهاند اوفرز، ان انا بنقل من فيز لفيز. Projects and project management are integrative by nature. اللي هي الفكرة بتاعت المشروعات، انا قلت لكم ان المشروع بطبيعة الحال ما لم يكن فيه integration فانت مش هتاخد مشروع. انت شغل المقاول هو ليه في وظيفة اسمها مقاول؟ يعني ليه مثلا ما تجيش الشركات وتجيب على طول العمال وتبتدي تتعامل معهم دايركت؟ هي عايز المقاول عشان عايز تاخد منه الفاينل ريزلت، وعايز تريح نفسها من كل الريسكس وكل التفاصيل. ففكرة المقاول هنا تعالى خد الحاجة دي اعملها، تعالى خد الحاجه دي اعملها لي، عشان هو هيعملها بشكل انتجريتيف. The links among the processes in the project management process groups are often iterative. Iterative احنا اتكلمنا عليها قبل كده بمعنى ان هي متكرره. وان احنا بنتكلم دلوقتي ان اللينكس ما بين البروسيسز، يعني العلاقه ما بين كل بروسيس والثانيه، اتريتف بمعنى ان هي بتتكرر كل شويه. زي ما احنا كنا بنيجي نقول احيانا هو ازاي انا عندي الاوتبوت ده هجيبه من انبوت ده، والانبوت ده اصلا لسه ما اتعملش. لما كنا بنعلل الحته دي كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا بنكرر البروسيس دي اكتر من مره، فممكن في اول مره الانيشال ما كانش فيه الانبوت ده، بس بعد كده بقى فيه الانبوت ده وبيدخل معايا كل شويه. وبالتالي هي اللينكس ما بين البروسيسز دي اتيريتيف باي نيتشر. The more complex the project and the more varied the expectations of the stakeholder, the more sophisticated approach to integration is needed. يعني كل ما كان المشروع معقد وكل ما كانت توقعات الستيك هولدرز عاليه او متغيره، كل ما كان التصور او الطريقه بتاعت الانتجريشن اصعب، كلما كانت اكثر تعقيدا. يعني طيب ensuring that the deliverable due dates of the product service or result project life cycle and the benefits management plan are aligned. شغلتك وانت بتعمل انتجريشن او انت بتعمل انتجريشن مانجمنت للبرودكت ان حضرتك تتاكد من ان الديليفربل ديو ديتس بتتراعى وبتتحقق. البروجكت لايف سايكل، البنفيتس مانجمنت بلان، كله في النهايه اللاين. بروفايدنج ا بروجكت مانجمنت بلان تو اتشيف ذا بروجكت اوبجكتيف. تطلع بقى بروجكت مانجمنت بلان عشان تقدر تحقق البروجكت اوبجكتيف. انشورينج ذا كرييشن اند ذا يوز اوف ذا ابروبريت نوليدج تو اند فروم ذا بروجكت از نيسيسري. تاكد من ان بيتم عمل كرييشن واستخدام للنوليدج او للمعرفه المناسبه، سواء بيتم استخدامها داخل المشروع او بيتم اخراجها من المشروع. يعني انت بتستخدم النوليدج اللي موجوده اصلا عشان تبنفيت منها للمشروع، والمشروع وهو بيشتغل بينتج هو كمان نوليدج احنا عايزينها، تمام. فانت في الانتجريشن محتاج تعمل انشورنج على الكلام ده. Managing the performance and the changes of the activities in the project management plan. تمام؟ تبتدي تدير او تبتدي تمانج البرفورمانس والتشينجز بتاعت اللي بتحصل في الاكتيفيتيز والبروجكت مانجمنت بلان. ندخل على اول بروسيس عندي وهي ديفلوب بروجكت تشارت. ديفلوب بروجكت تشارت. طبعا احنا قلناها قبل كده، ولكن احنا هنقولها دلوقتي برضو بشيء من التفصيل، هتلاقوا في نوع من انواع التكرار، بس خلينا نرجع عشان نبتدي نستعيد المعلومات اللي كنا قلناها في الاول. فقال لك ان develop project charter is a process of developing a document that formally authorizes the existence of a project. يعني هي عبارة عن عملية لإنتاج وثيقة هي اللي بتدي بشكل رسمي ميلاد المشروع، هي الميلاد الرسمي للمشروع، تمام؟ And provide the project manager with the authority to apply organizational resources to project activity.
وهي اللي بتمكن مدير المشروع من انه يحصل على الصلاحية اللازمة لاستغلال الموارد بتاعة المؤسسة في الاكتيفيتيز بتاعة المشروع. The key benefit of this process are that it provides a direct link between events. هي بتعمل direct link between ايه؟ The project and the strategic objectives. هي اللي بتربط لك ما بين المشروع وما بين الاستراتيجيك اوبجكتيف بتاعت الاورجانيزيشن بتاعت حضرتك. هي اللي بتقول لك هو انا لما اعمل المشروع ده احقق انهي استراتيجيك اوبجكتيف للاورجانيزيشنز. Creates a formal record of the project. وان هي بتبتدي تعمل تسجيل رسمي للمشروع. And shows the organizational commitment to the project. وبتظهر الالتزام المؤسسي او الالتزام المنظمة تجاه المشروع. This process is performed once or at predefined points in the project. The project charter establishes a partnership between the performing and requesting organization. بيمثل شراكة او هو بيعبر عن شراكة بين المؤسسة المنفذة والمؤسسة الطالبة. بيعبر عن شراكة بين المؤسسة المنفذة والمؤسسة الطالبة. انا هنا يا جماعة لما بقول بيعبر عن شراكة احنا ممكن قد يفهم بعض الناس ان انت قلت لنا قبل كده ان يعني الشارتر هو العقد. يا ريت يا جماعة اللي فاتح الصوت يقفله. قلت لنا الشراكة مش هي العقد. طب ازاي يبقى في performing و requesting organization وهو ده شراكة ما بينهم؟ انا هنا بتكلم يا جماعة بتكلم عن two organizations within the same organization. بمعنى ان قسم مثلا الادارة المالية طلب بناء برنامج من قسم التطوير البرمجيات. انا عندي organization اسمها finance وعندي organization تانية اسمها software development. فعملوا ما بينهم project charter. فبدأ يبقى في مشروع. طيب لو احنا بنتكلم عن external requesting organization. لو بنتكلم عن external requesting organization. في الحالة دي هل التشارتر ينفع؟ هقولك التشارتر هو الطبيعي بتاعه ان هو internal document. يعني هو يتعمله المؤسسة المنفذة لحد عندها. تمام؟ لكن لما يبقى في external organization لازم يكون في ايه؟ contract. In case of external projects, a formal contract is typically the preferred way to establish an agreement. Formal contract. لو احنا نتكلم على external. A project manager is identified and assigned as early in the project as it is feasible. مدير المشروع يفضل انه هو يتحدد ويبقى مسند اليه المشروع بشكل مبكر على قد ما نقدر. تمام؟ كل ما جبت مدير المشروع بدري كل ما ده كان احسن للمشروع. The project charter can be developed by the sponsor or the project manager in collaboration with the initiating entity. يعني ممكن يعملوا عن طريق السponsor او مدير المشروع بالتعاون مع ال initiating entity اللي ممكن تبقى دي ام او يبقى اي حاجة. طيب it is recommended that the project manager participate in the development of the project charter to obtain a foundational understanding of the project requirements. عشان المدير المشروع يقدر يكون عنده فهم فاونديشنال يعني فهم اولي وفهم تاسيسي للمشروع. تمام؟ فيفضل ان هو يكون موجود وقت كتابه وثيقه بدء المشروع. The project initiator or sponsor should be at a level that is appropriate to procure funding and commit resources to the project. يعني ال project sponsor أو الانيشيتور لازم يكون في وضع يسمح له بأنه هو يقدر يحط فانس ويكميت ريسورسز للإيه للبروجكت. Projects are initiated by an entity external to the project such as a sponsor program or project management office or a portfolio governing body chairperson or authorized representative. يعني المشروع ممكن يبدأ عن طريق entity تكون external to the project زي ال sponsor a program or project management office or a portfolio governing body chairperson يعني حاجة من جوه أو حاجة من بره أو authorized representative اللي هو ممثل للعميل مثلا أو ممثل رسمي للعميل. Chartering a project validates alignment of the project to the strategy and the ongoing work of the organization. كون إن أنت عملت project charter ده
بيمكنك من انك تعمل فاليديشن ان هو aligned مع الاستراتيجي بتاعت الاورجانيزيشن. A project charter is not considered to be a contract. يعني انت ما يقدرش تتعامل مع الشارتر ده لانه contract ولا ينفع يبقى بديل للcontract. Because there is no consideration or money promised or exchanged in its creation. يعني مفيش فلوس هيتم تبادلها بناء على الشارتر. It is an internal agreement within the organization under the formal contract if there is. يعني هو internal agreement تحت ايه؟ تحت المؤسسة او داخل المؤسسة تحت العقد الرسمي اللي احنا بنتكلم عليه. البروسس كانت عندي اهي، انا عندي project charter وعندي assumption log في الاوتبوت. project charter طبعا اتكلمنا عليه وassumption log، بس هنتكلم عليهم دلوقتي details اكتر. وكان عندنا في الانبوت business documents اللي هي بت include the business case وال benefits management plan، وعندي agreements وعندي EAF و OBA. عندي في التولز اكس بالجادجمنت وديتا جادرينج اللي فيها brainstorming، focus groups، interviews، interpersonal and team skills اللي فيها conflict management، facilitation، meeting management، meeting. كل الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده يا جماعة، كل الكلام ده مش جديد، tools دي مش جديدة علينا خالص. طيب تعالوا نشوف الشارتر كومبوننتس، يعني ايه الحاجات اللي المفروض تتوفر في الشارتر. اول حاجه البروجكت بيربوس، ايه هو الغرض من المشروع، الهدف من المشروع. ميجربل بروجكت اوبجكتيفز اند ريليتيف سكسس كريتيريا. الاوبجكتيفز يا جماعه عشان برضو ما نحصلش عندنا كونفيوجن، ان دايما الاوبجكتيفز بتبقى لما بنقول بروجكت اوبجكتيفز بيبقى مقصود بيها التايم والكوست والسكوب والحاجات اللي زي كده، فهو بيبقى عايزك تحط لهم ميجربل اوبجكتيفز that can be measured، وفي نفس الوقت كمان تكون معها success criteria او نقدر ازاي نقيس نجاحها. High level requirements انت بتقول على requirements بس على level عالي مش بشكل تفصيلي. و high level project description boundaries and key deliverables. تبتدي برضو تقول خلي بالك ايه الفرق ما بين requirements و deliverables. Requirements هي الحاجات المطلوب تحققها، deliverable هي الحاجات اللي فعلا تم انتاجها ومتوفر فيها الحاجات المطلوب تحقيقها. يعني لما اقول لك دلوقتي ان انا عايز ترابيزه، او بلاش تقول ترابيزه عشان الناس ما بتفهمهاش، عايز تيبل بمقاسات معينه بلون معين بادراج بدنيا من، لما اجي اخلص التيبل، التيبل هتبقى هي الديليفربل، ولكن الدايمنشنز والكالر والسبيكس هتبقى هي الريكويرمنتس بتاعت التيبل. تمام، عشان بس نبقى عارفين ايه هي الديليفربل ايه هي الريكويرمنتس. فاحنا عندنا هاي ليفل بروجكت ديسكريبشن بتديسكرايب البروجكت بس بشكل يعني مش تفصيلي، بتقول باوندرز بتاعته. باي ذا واي باوندرز، لما باجي اقول باوندرز التايم يعتبر باوندري، الكوست يعتبر باوندري، السكوب نفسه المواصفات بتاعتي تعتبر باوندري. فالباوندرز بتاعتي هي الحدود اللي انا هتفق عليها في كل حاجه، الحد المالي والحد الزمني وهكذا. اوفر اول بروجكت ريسك، وده طبعا احنا عارفين قبل كده ان احنا عندنا انديفيدوال بروجكت ريسك وعندنا اوفر اول بروجكت ريسك. انا هنا بتكلم عن اوفر اول بروجكت ريسك اللي هو الريسك الكلي بتاع المشروع. سمري مايلستون سكيدول، انا ببتدي احط في السكيدول عندي مجموعه من المايلستونز ودي بتبقى هنا سمرايزد. بري ابروفد فاينانشال ريسورسز، لو انا عندي فاينانشال ريسورسز بري ابروفد يعني متوافق عليها مسبقا. كي ستيك هولدر ليست، بروجكت ابروفال ريكويرمنتس، ازاي هيحصل ابروفال على المشروع دوت. بروجكت اكزيت كرايتيريا، لو جينا نفضل المشروع ده هنفضله ازاي. اسايند بروجكت مانجر ريسبونسبيلتي اند اوثوريتي ليفل، والله مين مدير المشروع وايه هي مسؤولياته وايه هي صلاحياته. Name and the authority of the sponsor or other persons authorizing the project charter. اسماء الجهات او اشخاص اللي بيauthorizeوا المشروع سواء كان sponsor او غيره. نيجي للassumption log، قال لك high level strategic and operational assumptions and constraints are normally identified in the business case before the project is initiated and will flow into the project charter. بيقول لك ان هاي ليفل استراتيجيك اوبريشنال اسامبشن وكونسترينت. طبعا احنا قلنا قبل كده يا جماعه الاسامبشن هي حاجات
احنا كان عندنا فيها احتمالات ورحنا فرضين فرض معين عشان نقدر نخطط بناء على الاسامبشن ده. وقلنا الكونسترينت هي حاجات بتحد من اداء المشروع. يعني مثلا لو انا اقدر اشتغل 18 ساعه بس حصلت لي حاجه تخليني اشتغل 8 ساعات بس بدل ال 18 فده يعتبر كونسترينت. لو انا اقدر اشغل 10 جنسيات بس عندي حاجه معينه تخليني اشغل جنسيتين بس فده يعتبر كونسترينت. المهم الاسامبشنز والكونسترينتس دي بتبقى نورمالي ايدنتيفايد في البيزنس كيس، يعني بتبقى اصلا متعرفه في البيزنس كيس تمام، وبالتبعيه بتنتقل للمشروع من خلال التشارتر، بتنتقل الى المشروع من خلال التشارتر. عندنا زي ما احنا قلنا في هاي ليفل استراتيجيك اند اوبريشنال اسامبشن، وفي لوور ليفل اكتيفيتي اند تاسك اسامبشن ار جنريتد ثرو اوت ذا بروجكت، تبتدي حاجات بقى تتكريت اثناء الايه المشروع، such as defining technical specification estimates schedule وهكذا. الاسامبشن لوج از يوز تو ريكورد اول اسامبشنز. بقى احنا بتكلم هنا على ان الاسامبشن لوج هيستخدم عشان يسجل الهاي ليفل استراتيجيك اند اوبريشنال اسامبشنز اند كونسترينتس، وهيسجل اللور ليفل اكتيفيتي اند تاسك اسامبشنز اند كونسترينتس تمام. طيب ندخل على تاني بروسيس عندي، از ا بروسيس اوف defining, preparing, and coordinating all plan components and consolidating them into an integrated project management plan. شغلتها ان هي نعرف ونحضر وننسق كل البلان كومبوننتس. كل بلان كومبوننتس انا معناها كاني بقول كده كل الخطط الفرعيه بتاعه المشروع تمام. The key benefit of this process is the production of a comprehensive documents that defines the basis of all project work and how the work will be performed. And عايزين يكون عندنا comprehensive او non-tech comprehensive document اللي هي بتعرف اسس كل الشغل اللي هيتعمل في المشروع وازاي الشغل ده هيتعمل. This process is performed once or at predefined points in the project. تمام، يعني بتتعمل مره واحده او في نقط محدده في المشروع. Develop project management plan is a process that this process results in a project management plan that is progressively elaborated by updates. Progressively elaborated. فاكرين الترم ده بتاع progressive elaboration وهو التفصيل والتحسين التقدمي او التفصيل والتحسين مع تقدم الايه الاعمال في المشروع. فالخطه بتاعت اداره المشروع بيحصل لها elaboration progressively by updates and controlled and approved changes through the perform and the integrated change control process. يعني لو اي updates بتتعمل عليها او اي updates او change بتعمل عليها بيتم التحكم فيه من خلال perform integrated change control، لان البروجكت مانجمنت بلان يا جماعه هي كمان بتبقى بيز لاين. يعني ايه؟ يعني انت بيبقى عندك بروجكت مانجمنت بلان وبعدين بتيجي في لحظه وتخليها بيز لاين، تخليها معتمده، بنص ان هي اعتمدت ما ينفعش تعمل فيها تشينجز الا من خلال البرفورم انتجريتد تشينج كنترول. Projects that exist in the context of a program or a portfolio should develop a project management plan that is consistent with the program or portfolio management. يعني حضرتك النهارده لو كنت بتعمل مشروع، المشروع دوت اصلا مش لوحده كده، لا ده جزء من بورتفوليو او جزء من بروجرام، فانت لازم البروجكت مانجمنت بلان بتاعت حضرتك تبقى كونسيستنت مع البورتفوليو مانجمنت بلان او البروجرام مانجمنت بلان اللي انت طالع من تحت. عندي هنا ايه؟ عندي بروجكت مانجمنت بلان از اوتبوت، وعندي في الانبوت بروجكت تشارتر، واوتبوتس فروم اذر بروسيسز. اوتبوتس فروم ايه؟ اذر بروسيس، كل المخرجات اللي انا ممكن احتاجها من كافه البروسيسز الثانيه. وزي ما احنا قلنا ان البروسيس دي ما بتتنفذش مره واحده، بتتنفذ اكتر من مره، فبتتعمل في الاول وبعدين بيبقى يجي لها اوتبوتس من بروسيسز ثانيه تبتدي تتنفذ وهكذا. اي اف واو بي اي تمام. ايه التولز اللي عندي؟ نفس كل حاجه زي المره اللي فاتت، اكسبرت جادجمنت وميتنج وانترفيرسنال تيم سكيلز وديتا جاذرنج وهكذا، زاد عليهم بس ايه؟ التشيك ليست المره دي. طيب البروجكت مانجمنت بلان از ا دوكيمنت ذات ديسكرايبس هاو ذا بروجكت ويل بي اكسكيوتد مونيتورد اند كنترول. بص يا جماعه، دايما الخطه بتبقى بتجاوب سؤال ازاي نوصل من نقطه الف لنقطه ب تمام؟ وانا هنا عايز اعمل لك نوع من انواع الديفرنشيشن بين الاستراتيجي والبلان
نوع من انواع الديفرينشن بين استراتيجي اند البلان. طيب عشان ممكن تقول لي طب ما هي الاستراتيجي بتجاوب سؤال ازاي نعمل الحاجه دي. طيب انا النهارده هدي لك اكزامبل يفهمك ايه الفرق ما بين الاستراتيجي والبلان. انا النهارده عايز اروح اسكندريه، ده الاوبجكتيف اللي انا عايز احققه. طيب ايه افضل استراتيجي احقق بيها الاوبجكتيف ده؟ اروح بالقطر ولا اروح بميكروباص ولا اروح بسوبر جيت ولا اروح بايه؟ لو انا اخترت القطر فانا كده حددت الاستراتيجي اللي انا هعمل بيها الكلام ده. تيجي هنا بقى دور الخطه عشان تقول ازاي انفذ الاستراتيجي دي. ببساطه عشان اروح بالقطر فانا لازم اروح قبلها بيومين احجز تيكت واروح اجيب التيكت دي في ميعاد الساعه كذا عشان اوصل هناك الساعه كذا. ولما اروح المحطه انا الصبح هاخد تاكسي اروح بيه المحطه، وبعدين لما انزل من المحطه في سيدي جابر ولا في سيدي بش ولا في محطه الرمل هقوم ايه واخد مش عارف وهكذا. فانا هنا بحاول بس افرق لك في ما بين تو تيرمز اللي هم استراتيجي وبلان. فاستراتيجي انت بتقول ايه هي الطريقه اللي انا انفذ بيها الهدف، والبلان بتقول لك ايه هي الطريقه اللي تنفذ بيها الاستراتيجي اصلا. تمام، ارجو ان المفهوم ده يكون واضح عند الناس، لان ناس كتيره جدا بتتلخبط ما بين الاستراتيجي وما بين البلان. اوكي، once the project management plan is baselined, it may only be changed when a change request is generated and approved through the perform integrated change control process. الكلمتين اللي انا سايبهم، بمجرد ما تبقى baseline انت مش هينفع تعمل لها اي change غير من خلال طلب تغيير approved من ال perform integrated change control اللي هنعرفها النهارده. طيب project management plan integrates and consolidates all of the subsidiary management plans and the baselines from the planning processes. عايزين نشوف بقى البروجكت مانجمنت بلان اللي هي الكلمه اللي من ثلاث حروف احيانا بيقول عليها بي ام بي دي، يعني المفروض انها بتنكلود ايه؟ فقال لك بتنكلود البيزلاينز وبتنكلود السبسيدري مانجمنت بلانز. طب ايه البيزلاينز اللي ممكن تكون موجوده جواها؟ سكوب بيزلاين وسكادول بيزلاين وكوست بيزلاين، وبعد كده هيبقى في حاجه اسمها بيرفورمانس ميجرمنت بيزلاين برضه. طيب ايه السبسيدري بلانز اللي هي الخطط الفرعيه؟ عندي سكوب مانجمنت بلان، ريكويرمنتس مانجمنت بلان. بالمناسبه ريكويرمنتس مانجمنت بلان دي بتيجي من انهي بروسيس يا جماعه؟ ده سؤال ممكن تجاوبه في الشات عادي، قولوا لي كده ريكويرمنتس مانجمنت بلان بتطلع من انهي بروسيس؟ اسم البروسيس ايه هندسه؟ سكوب ده نولج اري. اسم البروسيس اللي بتكريت ريكويرمنتس مانجمنت بلان. نو بلان سكوب مانجمنت، بلان سكوب مانجمنت ولا كوليكت ريكويرمنتس؟ ايه ده نكد لك حاجات كتيره كتبت collect requirements acquire when collecting needs requirements define gaps collect requirements اها identify the requirements collect requirements طيب بصوا يا جماعه، هو الطبيعي ان انا دايما قبل ما بعمل الحاجه بكون حطيت المانجمنت بلان بتاعتها. فانا قبل ما ادخل على كوليكت ريكويرمنتس طبيعي ان انا اعمل ريكويرمنتس مانجمنت بلان، يعني هي دي الخطه اللي انا هعملها، وبالتالي بلان سكوب مانجمنت هتبقى البروسيس الصح المفروض بتنتج لي ريكويرمنتس مانجمنت بلان. تمام؟ طيب نكمل.
عندي requirements management plan, schedule management plan, cost management plan, quality management plan, resources management plan, communications management plan, risk management plan, procurement management plan, stakeholders management plan. كل المانجمنت بلانز دي هي subsidiary بلانز من البروجكت مانجمنت بلانز. كمان بيكون عندي اللايف سايكل اللي انا هشتغل عليها في المشروع. اذا كنت انا هشتغل بقى initiating و planning و execution و closing وهكذا, ولا في اي تغيير, وايه الفيزز اللي موجوده عندي. كمان انا بحدد بعمل tailoring, باخد التيلرنج ديسيشن. التيلرنج ديسيشن دي هي القرارات, كما كنت بقول customization كده. Customization اللي هو Project Management Plan Processes Selected by the Project Management Plan Team. أنا في الأول, أول ما كنت بشرح في الأول خالص, قلت لك إن أنا هقول لك 49 Process, بس مش شرط 49 Process تنفذه في كل مشروع. أنا بعمل إيه؟ بختار مجموعة من Processes, مش بختار اللي هو بمزاجي كده بس, يعني بقول لي أنا مش محتاج 49 مثلا, أنا محتاج 41 بس, أنا محتاج 39 بس, وهكذا. Level of implementation of each selected process, انت هتنفذ كل process لحد فين. Descriptions of the tools and techniques to be used, انت هتستخدم tools و techniques ايه في كل process. Description of how the selected processes will be used to manage the specific project, يعني بقى احنا خلاص اخترنا البروسيس دي هنستخدمها ازاي, بأني sequence وبأني شكل عشان نقدر ننفذ بيها المشروع ده. طيب, in addition to description of how work will be executed to accomplish the project objectives, تمام, هي هنوصف بقى ازاي how work will be executed, هننفذ ازاي الشغل عشان نحقق project objectives, والـ change management plan والـ configuration management plan, ودول هنتكلم عليهم بعد شوية ما تقلقوش. يعني change management plan والـ configuration management plan دول هنتكلم عليهم باستفاضة بعد شوية. خلاص, عندنا كمان ايه, بيكون عندنا الـ performance measurement baseline, وده اللي احنا قلنا عليه, هو ما هو الـ integrated scope schedule cost plan for the project work against which project execution is compared. بتقارن البروجكت اللي بتنقل الشغل اللي بيتنفذ versus اللي كان مخطط, تمام, زي ما كنا بنعمل في الـ value earned والكلام ده كله. والـ development approach, بتختار الـ product بتاعك او يعني الـ development هيكون ازاي لل project ده. يعني انا دلوقتي المفروض هبني عمارة, انا هبني العمارة دي بانهي approach, هبنيها agile ولا هبنيها predictive ولا هبنيها iterative, انا هبني software program هبني agile ولا iterative ولا predictive ولا hybrid ولا اي approach منه. Key management reviews for content, the extent of and the timing to address open issues and pending decision. امتى وفين وازاي المانجمنت هتعمل ريفيوز على الشغل, ازاي تبقى في ايشوز وازاي الناس دي تراجعها معايا, تمام. طيب, عندنا كمان البروجكت دوكيومنتس. قعدنا كتير جدا نقول بروجكت دوكيومنتس, هقول لك دلوقتي ايه هي الحاجات اللي بتبقى موجوده جوه البروجكت دوكيومنتس, يعني ايه الدوكيومنتس دي, تمام. عندي اكتيفيتي ليست, عندي اكتيفيتي اتريبيوتس, عندي دوريشن استيميتس, عندي كوست استيميتس, وعندي change log, وعندي assumption log, وعندي resource requirements, وphysical resources assignments, وresource breakdown structure, وresource calendars, وrequirements traceability matrix, وbasics basis of estimates, وcost forecast, وschedule forecast, project calendars, project schedule, project schedule network diagrams, وissue log, milestone list, project team assignment, project statement of work, requirements documentation, quality report, quality control measurements, quality metrics, team charter, risk register, schedule data, stakeholder register, lessons learned register, project communications, test and evaluation documents. معلش انا انا يعني ايه قلت لكم شويه حاجات كتيره قوي ورا بعض, تمام, بس يعني ده حصر كده للبروجكت دوكيومنتس, ده حصر للبروجكت دوكيومنتس, تمام. ده ما هو الا ان حضرتك تعرف ان الحاجات دي كلها داخله في البروجكت دوكيومنتس, عشان لما نقول بروجكت دوكيومنتس ابديت او بروجكت دوكيومنتس في انبوت تبقى عارف مش بتدخل كل ده, بس بتاخد منهم حاجات تتناسب مع البروسيس اللي انت داخل عليه, تمام. طيب, ناخد دلوقتي بريك يا جماعه, البريك بتاعنا لحد ان شاء الله 9:05, نرجع ان شاء الله 9:05.
والله المستعان. بص يعني كان في فاصل، واكيد انتوا في الفاصل اخدتوا جرعة ايجابية وجرعة تفاؤل. فخلينا ايه، خلينا نكمل. تمام. طيب خلينا نتكلم في الاخر يا جماعة، خلينا نتكلم في الاخر. ماشي. معلش خلينا نتكلم في الاخر بس. خلينا نرجع نكمل دلوقتي. احنا هنكمل دلوقتي، هناخد البروسيس بتاع دايركت اند مانج بروجكت وورك، اللي هي البروسيس اللي مستخبي جواها المشروع نفسه اللي احنا قلنا عليها. تمام. is a process of leading and performing the work defined in the project management plan and implementing approved changes to achieve the project's objectives. يعني انت هنا هتنفذ كل اللي انت خططت له في خطة إدارة المشروع، وكمان هتنفذ او ابتدى طلبات التغيير المتوافق عليها. The key benefit of this process is that it provides the overall management of the project work and deliverables. تمام. احنا هنا محتاجين ان احنا او الهدف الاساسي من البروسيس دي ان هي بتديك overall management of project work وال deliverable. من الاخر يعني احنا هنطلع الشغل نفسه او deliverable من خلال البروسيس. طبعا يعني عشان برضو ابقى ما قلتش الحاجات بمسمياتها او مش بال wording الصح. تمام. هو في مشكلة في سوري. طيب خلينا نقول كده. وليه ال ايوه كده تمام كده تمام. طيب ايوه ماشي. معلش سوري يا جماعه، انا كنت عامل بوز شيرنج وما عملتش رسوم. طيب بتقدر من خلالها تعمل مانجمنت البروجكت بشكل وبتمبروف. ظهرت لك اي حاجه مش مخططه فانت محتاج تتعامل معاها في لحظتها. During project execution the work performance data is collected and appropriately actioned. تمام. بنجمع الداتا و appropriately actioned and communicated and also will be used as an input to monitor and control process group. This process requires review of the impact of all project changes and implementation review تأثير code changes وبن implement approved changes. كمان this process is performed throughout the project. ال process دي بتتنفذ على مدار المشروع. وبت include ال process activities بت include perform activities to accomplish project objectives. أول حاجة بتنفذ ال activities عشان تاخد ال ايه ال objective بتاع المشروع يتحقق. Create project deliverables to meet the planned project work. تمام. بتبتدي تكري الدليفربل عشان تحقق برضه الشغل المخطط ليه. Project train and manage the team members assigned to the project. بتدرب الفريق بتاعك وبتديره. Obtain, manage and use resources including materials, tools, equipment and facilities. كمان بنعمل ايه؟ بنimplement the planned methods and standards. Establish and manage project communication channels both external and internal to the project team. Then generate work performance data such as cost schedule, technical and quality progress and status to facilitate forecasting. Then issue change requests and implement approved changes into the project scope. يعني بنعمل أوامر شغل وبننفذ أوامر الشغل المتوافق عليها. وبن manage الريسك وبن implement risk responses. بندير الريسك وبن layers وبن manage ال stakeholders وال engagement بتاعتهم وبن collect the documents improvement activities.
زي ما احنا شايفين كده في البروسيس ادي deliverables. deliverables ما كنا شفناها في ولا output قبل كده، شفناها في inputs كinputs للcontrol quality. تمام؟ عندنا هنا work performance data. عندنا work performance data فين؟ في الoutput. ليه؟ عشان احنا في البروسيس بتاع تنفيذ الشغل. وعندنا الايشو لوج، وهنشوف ايه هو الايشو لوج دلوقتي. احنا قلناها قبل كده في الكوميونيكيشن وهنتكلم عليه تاني دلوقتي. change requests, project management plan updates, project document updates, OBA updates. عندي كمان project management plan في الانبوتس, project documents, approve the change requests و EAF و OBA. ايه التولز اللي عندي؟ expert judgment, project management information system, meeting. يعني مفيش تولز معينة يعني بشكل فظيع يعني. طيب نتكلم عن الميتنج. الميتنج used to discuss and address predetermined topics of the project. تمام؟ بتستخدم عشان مناقشة و يعني أي موضوع ظهر أو بقى موجود أو طفى على السطح زي ما بيقولوا كده في المشروع بتستخدمها عشان تناقشه. should be prepared with a well-defined agenda, purpose, objective and time frame. لازم تبقى حاطط لها أجندة وحاطط لها هدف وفي النهاية تايم فريم انت تشتغل من خلاله، ولازم يبقى في ميتنج مينتس واكشن ايتمز في الاخر. تمام؟ ميتنج مينتس واكشن ايتمز في الاخر. طيب تايبس اوف ميتنج بتنكلود في كوك اوف اللي بتبقى في الاول، تكنيكال التفاصيل الفنيه، سبرنت اور ايتريشن بلاننج اللي هي بتبقى في الاجايل او لما تكون شغال اجايل يعني بتبقى في حاجه اسمها سبرنت ميتنج او ايتريشن ميتنج دي في اول كل ايتريشن. سكرام ديلي ستاند اب في حاله انك شغال سكرام بيبقى في كده ميتنج ديلي كل يوم الصبح على 15 دقيقه عشان تقدر تشوف ايه اللي كان مشاكل في اللي فات وهنعمل ايه في اللي جاي. ستيرنج جروب اللي هي مجموعه القياده او الاداره. بروبلم سولفنج، بروجريس ابديت اند ريتروسبكتيف ميتنج. ريتروسبكتيف ميتنج دي برضه بتستخدم في الاجايل ودي بتبقى ميتنج كل فتره كبيره كده عشان تبتدي تتابع الشغل اللي فات وتبتدي تاخد نظره على كل اللي فات. ميتنج مينتس شود بي ستورد از ديفايند ان ذا بروجكت مانجمنت بلان. تمام؟ يعني لازم نخزن او نحفظ الميتنج مينتس. ميتنج مينتس يا جماعه اللي هو محضر الاجتماع بس عشان لو في ناس مش عارفه، فالميتنج مينتس اللي هي محضر الاجتماع. طيب meetings are most effective when all participants can be face to face in the same location. طبعا الكلام ده اتغير دلوقتي مع موضوع كورونا وبقينا مش شرط ان الناس تكون في same location وبنشتغل ريموتلي، ممكن تبقى الاجتماعات اونلاين وممكن ما تبقاش اجتماعات خالص، ممكن نكوميونيكيت ثرو ابلكيشنز وحاجات زي كده يعني. بس ستيل برضو الميتنج الفيس تو فيس مش شرط تبقى the same location بس face to face online، دي برضو effective جدا يعني وانا بجربها كتير جدا الفترة اللي فاتت. issue log قال لك issues are problems or gaps or inconsistencies or conflict that occur unexpectedly. يعني اي حاجة من الحاجات دي اللي بتحصل بشكل غير متوقع and that require some action ومحتاج محتاجة اكشن. يعني هي مش حاجة حصلت وخلاص، لا حاجة محتاجة اكشن، مشكلة ومحتاجة حل، فرق ما بين حاجة وحاجة، تأخير في شغل، اي حاجة. تمام؟ so they do not impact the project performance عشان ما تأثرش على اداء المشروع. the issue log is created for the first time as an output of this process. issue log اول مرة بيتكريت فيها بيكون عبارة عن output للبروسس دي. The issue log is a project document where all the issues are recorded and tracked. بنسجل فيها كل الايشوز وبنقدر نتابعها من خلال الايشو لوج. ايه اللي بيكون موجود في الايشو لوج؟ بيكون موجود عندي ايشو تايب، هو ريزد ذا ايشو اند وين. ايشو تايب ده اللي هي نوع المشكله، مين اللي اكتشف المشكله وامتى، ديسكريبشن ايه هي بقى المشكله. المشكله دي ايشو تايب ده هنا كان نوعها، لكن ايه هي المشكله في الديسكريبشن، ايه هي البرايورتي بتاعتها، هي ايه اولويتها، يعني لازم تحل بسرعه، هي كريتيكال لازم تحل بسرعه ولا الدنيا بتاعتها ايه. هو از اساين تو ذا ايشو، مين بقى اللي تم اسناد حل الايشو دي ليه او متابعتها. تارجت ريزولوشن ديت، حاطين تارجت ديت عشان نقدر نحل فيه المشكله دي. وستاتس اللي هي حالتها دلوقتي ايه، هي ما زالت اوبند ولا ايه ولا كلوزد ولا ايه. وفاينل سولوشن، ايه هي الحل اللي احنا اتحلت بيه المشكله دي. طيب في عندنا كمان تشينج ريكوستس.
Change request is a formal proposal to modify any document, deliverable or baseline. عبارة عن مقترح أو طلب عشان أموديفاي document, deliverable or baseline. تمام؟ طيب. Requests for a change can be direct or indirect. يعني ممكن تبقى بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني ممكن حد يطلبها بشكل مباشر كده أو ممكن تيجي عن طريق إن حد بيطلب حاجة فالحاجة تكري الطلب تغيير. Externally or internally. يعني ممكن تيجي من بره البروجكت أو من جوه البروجكت. And it can be optional or legally contractually mandated. يعني ممكن تبقى طلب تغيير اختياري مش ضروري مش أساسي وممكن تبقى حاجة ناتجة عن حاجة تعقدية بيننا وبين الجهة الطالبة للمشروع. طيب ال changes بتبقى عبارة عن مجموعة من شوية حاجات أقولها لك. يا corrective action يعني أنا بعمل change عشان أصحح وضع خطأ موجود فبيبقى an intentional activity that realigns the performance of the project work with the PMP. PMP يا جماعة اللي هي project management plan. طيب أنا هنا بعمل activity عشان أعيد تصحيح وضع معين أو أصحح أداء المشروع في حتة معينة فأنا هنا بعمل corrective action. في إيه تاني؟ في preventive action. وهنا أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل حاجة تأكد لي إن اللي جاي إن شاء الله ما فيهوش مشاكل. أنا بمنع مشكلة هتحصل قدام. أنا بعمل change عشان مشكلة قدام ما تحصلش. فأنا هنا بقول إيه؟ بقول إن دي activity that ensures the future performance of the project work is aligned with the PMP. تمام؟ أو a defect repair في عندي حاجة باظت، في حاجة ما بقتش مطابقة للمواصفات، فأنا بعمل change عشان أصلحها. تمام؟ Updates، تمام؟ Changes to formally control the project documents, plans to reflect modified or additional ideas or content. تمام؟ فانت هنا بقى بتعمل تشينج عشان تابديت البلان تابديت دوكيمنت معينه عندك فده بيبقى ايه تشينج ريكوست. انا عندي هو دلوقتي قلت كام تايب قلت سوري كوركتيف اكشن preventive action with updates. تمام؟ دول الأربع أنواع بتوع change request. خلاص؟ معلش ثانية واحدة خليكم معايا كده يا جماعة. تمام كده تمام يا باشمهندس مش بس ما كانش كنتش عارف اعمل انميوت. خلاص عرفنا الاربعه تايبس بتوع التشينج ريكوست. تمام طيب ندخل على البروسيس بتاعت مانج بروجكت نوليدج. مانج بروجكت نوليدج قلت لكم البروسيس دي جديده ما كانتش موجوده في فيرجن 5 بعد من البروسيس اللي موجوده في فيرجن 6. البروسيس دي هي المسؤوله عن استخدام الاكزيستنج نوليدج اند كرييتنج نيو نوليدج. انا وانا داخل المشروع في نوليدج سابق موجود عندي فانا عايز استخدمه وكمان وانا في المشروع انا في حاجات بتظهر لي وفي ليسنز ليرند فانا بقيت بس بستخدم يعني بنتج lessons learned عشان غيري يستخدموها في مشروعات اخرى. لا يعني ما كانتش مشكلة نت بس كان المهندس احمد تقريبا ما خلانيش ادمن عشان الرسائل ما تظهر ليش فانا لما عملت ميوت وجيت اعمل ميوت فكان محتاج اخد الادمن بريفليج بس ادي كله بس او بقى هوست يعني ايا كان. طيب المهم البروجكت نوليدج يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليها طبعا هنشوفها دلوقتي بشكل تفصيلي وايه هي البروجكت نوليدج وهتعجبكم جدا البروسيس دي بالمناسبه. ف
فالبروجكت نوليدج الهدف منها او مانج بروجكت نوليدج الهدف منها ان النوليدج اللي موجوده او الاورجنايزيشن نوليدج اللي موجوده قبل المشروع ان احنا نقدر نستفيد منها وان احنا نقدر نكرييت نوليدج كمان عشان سبورت المشروعات اللي قال لك the key benefit of this process are that prior organizational knowledge is leveraged to produce or improve the project outcomes and the knowledge created by the project is available to support organizational operations and the future project or phases. The process D is performed throughout the project. Process D is performed throughout the project. The project knowledge عندي نوعين. نوع explicit ونوع tacit. Explicit يعني واضح صريح نقدر ان احنا نشوفه. او بمعنى اصح نقدر نوثقه نقدر نعبر عنه نقدر نحطه في حاجة مكتوبة حاجة متصورة حاجة باي شكل. بينما التاسيت دي عبارة عن مجموعة البيليفز والانسايتس والاكسبرينس اللي موجودة جوه دماغ حضرتك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهاردة لما ادخل organization فانا لما هرجع للليسنز ليرند وللنوليدج اللي موجودة عندهم. طيب مهندس محمد عبد الرازق كاتب 2 يا ترى انتوا سامعين ولا لا؟ طيب تمام المشكله شوف راجع الدنيا عندك يا باشمهندس محمد. طيب نيجي نقول ان احنا دخلنا اورجانيزيشن فانا طلبت منهم اطلع على النوليدج اللي عندهم فقالوا لي اتفضل حضرتك ادي الاو بي اي بتاعتنا بتانكلود الليسنز ليرند. فانا في الليسنز ليرند هلاقي حاجات معينه هلاقي دروس مستفاده هلاقي الكلام ده كله بس مش هلاقي مجموعة يعني مش هلاقي الكالتشر مش هلاقي الحاجات اللي هي ممكن تبقى عبارة عن insights او خبرات او يعني نوع من انواع كده اللي هو ايه لما تخلي بالك لما تيجي عند التسليم اخر التسليم شوية عشان ما تأخروش يعني عن معاده بس بلاش سلم بدري قبل معادك عشان بعد كده هيقللوا لك الوقت. عمرك ما هتلاقي دي مكتوبة مثلا في listening learning. لا دي هتلاقيها كده محطوطة ايه في دماغة الناس. خلي بالك ان انت هنا عشان تاخد حقك انت بتحتاج تعمل مش عارف كذا وكذا وكذا. انت هنا خلي بالك عشان تعرف تجيب ماتيريال كويسة وتعرف كده لازم تطلبها قبلها بشوية وتقول ان الماتيريال عندك خلصانة عشان يبعتوا لك ماتيريال. ما تقولش ان انت لسه عندك ماتيريال عمرهم ما يسألوا فيك. شوية الحاجات دي كلها تعتبر تاسيت. تعتبر ايه تاسيت. This is difficult to express. يعني انت مش هتلاقي الكلام ده موجود في كتب. مش هتلاقي الكلام ده موجود في ورق مش هتلاقي الكلام ده موجود في lessons learning. تمام yes work experience and culture. طيب knowledge management is concerned with managing both tacit and explicit knowledge for two purposes reusing existing knowledge and creating new knowledge. يعني إعادة استخدام ال existing knowledge وكمان creating new knowledge وكمان creating new knowledge. تمام؟ طيب من ضمن الأخطاء المشهورة عن موضوع إن أنت إزاي يعني تنظر يعني من ضمن الأخطاء المشهورة في النظر إلى النوليدج إن managing knowledge involves just documenting it so it can be shared. إن النوليدج فقط محتاجة ان حضرتك توثقها وتقدر بعد كده تعملها شيرينج. وان المانجنج نولج انفولفز جاست اوبتيننج ليسنز ليرند ات ذا اند اوف ذا بروجكت ان اوردر تو يوز ات ان ذا فيوتشر بروجكت. من الخطا انك تنظر للنولج اللي بتاعت المشروع على انها هي فقط اللي انت بتسجلها في الليسنز ليرند او ان هي مجرد ان هي هتتوثق وبالتالي هتقدر تشيرها بعد كده. ولكن مانجنج بروجكت نولج انت بتقدر انك تمانج او اللي فات ده تقدر تعمله مع الكوديفايد اكسبليسيت نوليدج. اونلي كوديفايد اكسبليسيت نوليدج كان بي شيرد ان ذيس واي بات كوديفايد اكسبليسيت نوليدج لاكس كونتكست بتفتقد السياق. يعني انت هتلاقي شويه حاجات مكتوبه كده بس مش في سياق. السياق ده بيبقى موجود في اذهان الناس. الناس عمرها ما بتقعد تكتب لك كل تفصيله واحنا عملنا كذا اصل احنا في الاول لقينا كذا اصل فلان ده لما قلنا له كذا عمل كذا. هو بيكتب لك الخلاصه ما بيكتبلكش الكونتكست اللي حصل فيه الكلام ده. وبالتالي الكوديفايد اكسبليسيت نوليدج لاكس كونتكست اند از اوبن تو ديفرنت انتربريتيشن.
يعني قابله لانها تتفسر باكثر من تفسير. So even though it can be easily be shared, تمام؟ وبالتالي هي مش سهل انها تتشير. It isn't always understood or applied in the right way. Tacit knowledge has context built in but is very difficult to codify. نيجي بقى عند التاسيت. ليها context بس صعب انك تحطها في اطار مكبر عنه. دي ما بتتنقلش غير عن طريق حديث الناس مع بعضهم. ما بتتنقلش غير عن طريق حديث الناس مع بعضهم والمعايشة. It resides in the minds of individual experts or in social groups and situations. أنا بقولك إن الحاجات دي أصلاً عبارة عن culture. culture ده موجود في دماغة الناس. وبالتالي أنت حضرتك مش تقدر تإكسبرس الكلام ده. And is normally shared through conversation and interactions between people. ده بيجي من خلال التفاعل والconversation بين الناس وبعضها. From an organizational perspective, knowledge management is about making sure the skills, experience, and expertise of the project team and the other stakeholders are used before, during, and after the project. من خلال نظرة مؤسسية, knowledge management هو عبارة عن إن إحنا نتأكد إن the skills and experience and expertise بتاعت the project team and stakeholders قابلة للاستخدام قبل وأثناء وبعد المشروع. قبل واثناء وبعد المشروع اللي هي ايه؟ اللي هي السكيلز والاكسبيرينس. كان احنا عايزين نعمل ده. طب احنا نعمل ده ازاي؟ هنعرف كمان شويه. Because knowledge resides in the minds of people and the people can't be forced to share what they know. يعني لان الحاجات دي موجوده في دماغ الناس ولان الناس مش هينفع ان احنا نجبرهم ان هم يعملوا شيرنج الحاجات دي or be attached to others knowledge او يكونوا مهتمين بالنوليدج بتاع الناس التانيين. The most important part of knowledge management, أهم جزء من إدارة النوليدج هنا is creating an atmosphere of trust so that people are motivated to share their knowledge. يعني اخلق جو من الثقة عشان الناس تتشجع وتتحفز إنها تشير النوليدج بتاعها. تيجي كده أنت كمدير موجود في المشروع أو كحد في تيم الإدارة فهتلاقي حد يقول لك خلي بالك الحاجة دي ما تعملهاش بالشكل الفلاني. طب انت هيقول لك الكلام دوت امتى؟ لما هو يبقى حاسس بثقة بينك وبينه والكلام ده كله. انما لو كل واحد بقى في حزب وكل واحد قلقان التاني وكل واحد عامل حساب مش عارف ايه, مش هتلاقي حد بيقول للتاني الحاجة دي خلي بالك منها او الحاجة دي ما بتعملش بالطريقة دي او لما تيجي تعمل الحاجة دي خلي بالك من الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية وهكذا. فالسيكريت هنا يا جماعة او الكي سيكريت هنا انك تكريت اتموسفير اوف تراست عشان الناس تبقى متشجعه ان هي تشير مع بعض النوليدج ده. طيب البروجكت نوليدج مانجمنت. ان براكتس نوليدج از شيرد يوزنج ا ميكستشر اوف نوليدج ميكس اند انفورميشن مانجمنت. احنا هنا هنبتدي نفرق ما بين نوعين من الحاجات. هنقول في حاجه اسمها نوليدج وحاجه اسمها انفورميشن. الانفورميشن دي اللي هي قابله لان احنا نقدر نعملها كوديفاينج او نقدر نعبر عنها بشكل مكتوب او بشكل متصور او باي شكل ما. والنوليدج دي اللي هو الجزء اللي احنا ما بنقدرش نعبر عنه بشكل مكتوب اللي هو جزء التاسيت. يعني الجزء الاكسبليسيت هنقول عليه انفورميشن والجزء التاسيت هنقول عليه ايه؟ نوليدج. وبالتالي هي النوليدج از شيرد يوزنج ا ميكستشر اوف نوليدج مانجمنت تولز اند تكنيكس اللي هو في الحاله بتاعتنا دي هيبقى interactions between people and information management tools and techniques in which people codify part of their explicit knowledge by documenting it so it can be shared. طب لما نيجي نبص على البروسيس عندي نلاقي الاوتبوت عندي هنا listens learned register. ده اهم اوتبوت عندي اللي هو ايه؟ اللي هو سجل الدروس المستفاده. Project management plan updates. بعمل update في اي component في project management plan محتاجة يتعمل فيها update. Organizational process assets updates. دي ال outputs اللي عندي. ال inputs project management plan. All components. كل ال components في project management plan. وال project documents اللي من ضمنها listens learned register. هتقول لي طيب وهو ازاي listens learned register في ال input وهو هو في ال output. هقول لك ان الفيرجن اللي في الانبوت غير الفيرجن اللي في الاوتبوت.
الفيرجن اللي في الانبوت ده ممكن يبقى الليسنز ليرند ريجستر بتاع الاورجنايزيشن اللي موجود من قبل كده، واللي انت حضرتك تضيف عليه اللي انت طلعت بيه من البروجكت ده عشان تنتج نيو ليسنز ليرند ريجستر بانكلود الدروس المستفاده من المشروع بتاعك. وبروجكت تيم اساينمنتس اللي هي كانت موجوده معانا في ريسورسز، وريسورس بريك داون ستراكشر، وسورس سيلكشن كرايتيريا. سورس سيلكشن كرايتيريا دي من البروكيورمنت، وستيك هولدر ريجستر، تمام، والديليفربلز باخد هنا كمان الديليفربلز معايا، واي اي اف واوبي اي اي اف واوبي اي. طيب التولز اند تكنيكس اللي عندي اكسبرت جادجمنت ونولج مانجمنت وانفورميشن مانجمنت. عندي تول اسمها نولج مانجمنت وعندي تول ثانيه اسمها انفورميشن مانجمنت وهنعرفهم دلوقتي. انتربيرسون اند تيم سكيلز، اكتف ليسننج وخدناها قبل كده، فاسيليتيشن نفس الكلام، ليدرشيب نفس الكلام، نتوركينج نفس الكلام، بوليتيكال اويرنس نفس الكلام. الحاجات دي خدناها قبل كده، نتكلم بس في النولج مانجمنت والانفورميشن مانجمنت. ندخل على النولج مانجمنت. احنا قلنا اتفقنا ان النولج ده هيبقى الجزء التاسيت اللي هو ما بينتقلش عن طريق الكتابه والكلام ده كله. فاحنا محتاجين ايه عشان نسمح للنولج دي ان هي تنتقل من الناس لبعضها؟ محتاجين نتوركينج، محتاجين نشبك الناس مع بعضها، محتاجين كوميونيتيز اوف براكتس، تمام، محتاجين ميتنج، محتاجين ورك شادوينج اند ريفرس شادوينج. الورك شادوينج يا جماعه معناها ان انا عندي مثلا حد دلوقتي شغال في وظيفه وانا هجيب حد تاني يمسك نفس الوظيفه، فبقوم قاعد الحد الجديد جنب الحد القديم يشوف هو بيعمل ايه، ده اسمه ورك شادوينج. طيب لو انا عكست ورحت بعد شويه من الراجل دوت ان هو قاعد جنبه ما بيعملش حاجه، خليته هو اللي يعمل والراجل القديم هو اللي يقعد جنبه يراقبه ويطمن عليه، ده اسمه ريفرس شادوينج، تمام. فده الورك شادوينج وده الريفرس شادوينج. طيب discussion forums such as focus groups، تبتدي تكون بقى منتديات للمناقشه ما بين الناس زي الفوكس جروب، سواء كانت الحاجات دي physically or virtually، تمام. knowledge sharing events such as seminars or conferences، تبتدي تعمل سيمينارز وكونفرنس ودارينيمنت، دي برضو بتساعد على نقل النوليدج ده بين الناس. طيب ايه تاني؟ قالك workshops including problem solving sessions and learning reviews، تعمل ورش عمل لحل مشكله ما، فمن خلال الورش اتعملت دي كل واحد هيقول اللي عنده فيحصل نوع من انواع النوليدج ترانسفير. طيب ستوري تيلينج دي برضو من ضمن اهم الحاجات في نقل النوليدج او الكالتشر بشكل عام. يعني انت بتدخل شركه واحد يقعد يحكي لك عن فلان الفلاني اللي مش عارف عمل ايه بس المدير عمل له ايه وكان عامل كذا، او فلان الفلاني اللي قاعد يحقق مش عارف ايه وفي الاخر جابوا له عربيه او مش عارف ايه وهكذا. يعني فالستوري تيلينج دي برضه بتنقل الايه؟ بتنقل النولج او الكالتشر. كريتيفيتي اند ايدياز مانجمنت تكنيكس، تبتدي تحط نوع من انواع التشجيع او تحط تعمل تكنيك لتشجيع الكريتيفيتي والايدياز، ان الناس يكون عندها طريقه تعبر بيها عن افكارها الابداعيه او تطرح بيها افكارها الابداعيه والحاجات اللي عندها، وانت يكون في طريقه كمان ان الفكره دي تدرس وحد يرد عليها. نولج فيرز اند كافيز، ان انت تبتدي تعمل زي مؤتمرات او منتديات للايه؟ للنولج. تريننج ذات انفولفز انتراكشن بتوين ليرنرز، التريننج اللي بيعتمد على التفاعل ما بين الايه؟ المتعلمين. ندخل على انفورميشن مانجمنت. ندخل على انفورميشن مانجمنت. ميثودز اوف كوديفاينج اكسبلسيت نولج، اي طريقه تعمل بيها كوديفاينج الاكسبلسيت نولج، سواء كانت تصوير، تسجيل، كتابه، اي حاجه. يعني انت في النهايه لما بتيجي تعمل ليسنز ليرنينج اذا احتجت انك تحتفظ بفيديو ماشي، تحتفظ بصوره، تصور غلطه معينه حصلت اثناء البتاع وتاخد زي ايفيدنس ماشي، تاخد تسجيلات صوتيه برضو ماشي، تكتب الكلام دوت ماشي، يعني اي حاجه في الدنيا بتاعت الكوديفاينج دي مسموح بيها. والليسنز ليرند ريجستر واللايبراري سيرفيسز، ان انت يكون عندك زي نوليدج بيز او عندك مكتبه تقدر تاخد منها المعلومات وتضيف لها المعلومات اللي عندك. انفورميشن جاذرنج فور اكزامبل ويب سيرشز اند ريدنج ببلش ارتكلز، اي حاجه فيها نوع من انواع انك بتنقل انفورميشن من يعني انا بعتبر ان مثلا بيمبوك ده نوع من انواع النوليدج ترانسفير، تمام، او انفورميشن ترانسفير، قايم برضه على فكره البيست براكتس والدنيا دي. بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، اي نظم معلومات
لاداره المشروعات موجوده عندك في الشركه. نيجي للليسنز ليرند ريجستر. نيجي للليسنز ليرند ريجستر. This the lessons learned register is created as an output of this process early in the project. يعني هي بالحاجات اللي بتبقى بتتعمل في الاول خالص اول ما تبتدي تنفذ الشغل في lessons learned بيطلع. خلي بالك ان تنفيذك للشغل ممكن lessons learned اصلا يتعمل قبل ما تبتدي تنفذ الشغل، بس هو بنسبه كبيره هو بيتولد مع تنفيذ اول شغل، لان انت بتبقى غالبا lessons learned بتيجي نتيجه انك انت لما جيت تنفذ اكتشفت حاجات في التخطيط اللي كنت عامله، يا اما التخطيط مش صح يا التنفيذ فيه مشكله، فتبتدي تطلع بدروس مستفاده. Thereafter it is used as an input and updated as an output in many processes throughout the project. بعد كده بنستخدمه كانبوت واوتبوت في اي بروسيس بعد كده. The persons or teams involved in the work are also involved in capturing the lessons learned. اي حد موجود عندك في فريق العمل هو مسؤول عن ان هو برضه يكابتشر lessons learned ويضيفها يعني. Knowledge can be documented using videos, picture, audios, or other suitable means that ensure the efficiency of the lessons capture. At end of the project or phase, the information is transferred to an organizational process assets. بيقول لك ان في اخر المشروع ان الانفورميشن دي بيتم نقلها الى احد الاصول المؤسسية اللي بيسمى lessons learned repository. اللي هو مستودع الدروس المستفادة. انت بتضيف الدروس المستفادة بتاعتك لمستودع الدروس المستفادة بتاع الorganization. The lessons learned register can include category and description of the situation, the impact, recommendation and purpose, actions, changes, problem, realized risks and opportunity or other content as appropriate. الليسن ليرند بيتضمن حاجات كتيره. بيتضمن الكاتيجوري اوف ذا ديسكريبشن، كاتيجوري اند ديسكريبشن اوف ذا سيتويشن، والتاثير بتاعه، وايه التوصيات، وايه هي البروبوزد اكشن اللي هي الحاجات المقترحه، وايه التحديات، وايه المشاكل، وايه الريلايزد ريسكس الريسكس اللي تم اكتشافها، والاوبورتونيتيز تمام اللي موجوده، واذر كونتنت از ابروبريت، اي كونتنت تاني يبقى موجود. معلش بس يا جماعة، يعني ايه ممكن لو سمحتولي بس نكتفي بالجزء ده النهاردة.